جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل لخطبة الجمعة مقدمة أو شكل معين كالتقيد بخطبة الحاجة مثلا، أم أي صيغة تكون وتؤدي الغرض جزاكم الله خيرا؟ وهل يلزم المأمومين أن يرفعوا أيديهم ويؤمنوا على دعاء الخطيب؟ وجهونا إلى هذه القضايا جزاكم الله خيرا. خطبة الجمعة تكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين والسلف الصالح، وذلك بأن يبدأها بالحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظ الناس بما يحرك القلوب ويفيد الحاضرين في أمور دينهم، ولا سيما في عقيدتهم وعبادتهم وفي معاملاتهم وما يحتاجون فيه إلى التوجيه والإرشاد. هذه هي الخطبة، ويقرأ يكثر فيها من قراءة القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك في الخطبة الثانية، وكذلك من صفات الخطبة أن يوصي بتقوى الله عز وجل بعدما يحمد الله ويأتي بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوصي بتقوى الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي الخطبة في آخر الخطبة الثانية يدعو للمسلمين ويدعو لولاة أمور المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين وفيه مصلحة للجميع، والمأمومون يؤمنون على دعائه بدون أن يرفعوا أيديهم، يؤمنون على دعاء الخطيب بدون أن يرفعوا أيديهم. هذا هو المشروع. نعم.